مساء الخير يا دكاترة، سامعني؟ دكاترة سامعني؟ أيوة كده ممكن. الصوت واصل يا دكاترة؟ صوت واصل؟ اه بيقول ايوه دكتور صوت تمام. طب انا صوتكم مش واصلني، هما بيقولوا الصوت تمام بس انا صوتهم مش واصلني، مش سامع حد فيهم. هما انا كنت بشوف بس كاتبين ايه. لا انا بس بسألكم الصوت سامعينه كويس، يعني حد يرد عليا. اه تمام سامعين خلاص، يبقى انا هبتدي. طيب ثواني وان شاء الله هنبتدي. طيب الله يخليك، الف شكر. دكاترة مناسب ليكم نبتدي دلوقتي إن شاء الله؟ الساعة يعني قرب، يعني داخلة علينا الـ5، نبتدي دلوقتي تمام؟ ممكن حد فيكم يفتح المايك يعني يرد عليا ويقفله تاني عادي، مفيش مشكلة. إحنا في السامبلينج دكاترة أند داتا كولكشن. أوكي؟ انا بس عايزه حد ياكد عليا ان هو سامع. ايوه يا دكتور سامعين. تمام يا دكتور. ايوه كده، انا كده صوتكم وصلني الحمد لله. طيب دكاتره احنا النهارده هنتكلم على السامبلنج. انا دكتور ياسمين سمير، بس every now and then عايزه يعني اتاكد منكم ان شاء الله ان الصوت تمام. اوكي طيب احنا النهارده هنتكلم على السامبلينج، بس انا مش عارفه ليه المحاضره السلايدز مش راضيه تقلب، فهحاول اقفل واحاول افتحها تاني. طيب كده انتوا شايفين الاي ال اوز، السلايد بتاعت الاي ال اوز؟ ايوه يا دكتور. طيب احنا المفروض النهارده نعرف يعني ايه سامبلينج، السامبلنج اكسبريشنز، المصطلحات اللي بنستخدمها في السامبلنج، انواع السامبلنج اللي هي البروبابيلتي والنون بروبابيلتي، وطرق الداتا كولكشن. انا بعمل بحث، ايه الطرق المختلفه اللي انا اقدر بيها اجمع البيانات عشان اعمل البحث ده. وانتم ان شاء الله في كليه الطب مطالبين ما تعملوا ابحاث كتير قوي حتى قبل الماجستير والدكتوراه، يعني في بالذات في البابليك هيلث انتم مطالبين تعرفوا يعني ايه ريسيرش ويعني ايه بحث علمي وتجمعوا البيانات ازاي، وده هيفيدكم في كل حياتكم بعد كده بقى في ماجستير دكتوراه اللي هيطلب منه ابحاث عشان الترقيه. يعني احنا مش بنوقف لغايه البكالوريوس وخلاص كده، لا بتبقى حياتنا كلها سواء كلينيكال او ابحاث. تمام طيب. طيب دلوقتي بالنسبه للانترودكشن، انتوا شايفين معايا السلايد تمام، السلايد بتاعت الانترودكشن هي do we have access to the entire population، شايفينها معايا؟ ايوه. طيب دلوقتي احنا ليه بناخد عينه؟ احنا محاضره النهارده اسمها سامبلنج، احنا ليه بناخد عينه؟ ايه عشان اعمل بحث. نفترض مثلا يا دكاتره انا عايز اعمل بحث على الدايبيتك بيشنتس، مرضى السكر. قد ايه منهم بيجي لهم دايبيتك فوت ألسرز، بيجي لهم ألسرز في رجلهم؟ انتوا عارفين طبعا الدايبيتك فوت ده من اشهر الحاجات اللي بتحصل لمرضى السكر، مشاكل في القدم منها بقى الفوت ألسرز، مفيش بيبتدوا يحصل لهم بريفرال نيوروباثي، مشاكل ممكن يحصل لهم ارتيريال ثرومبوزس، مشاكل كتير جدا وبتوصل لامبيوتيشنز. طيب دلوقتي انا عايز اعمل بحث اشوف قد ايه من العينين السكر دول ممكن يجي لهم دايبيتك فوت ألسر، هعمل ايه؟ هاخد ال 9 مليون مريض السكر اللي موجودين في مصر
استحالة. The population is too large. في ناس مش عايزة تبقى measured، هي حرة. وكده الموضوع هيبقى very expensive و very time consuming. طب انت هتعمل ايه في الاخر؟ هتاخد عينة. يبقى انت عايز تاخد عينة من المرضى دول بطريقة صح عشان تبقى بقدر الامكان ممثلة للمجتمع بتاعك. انا عايز اتأكد الدكاترة فاهمين الكلام. دكاترة معايا؟ في دكاترة لسه joining now. طيب اوكي. انا هقف عند سلايد جديده، بس معرفش السلايد مش بتقلب بسهوله ليه، فيعني لو في اي مشكله والسلايد ما قلبتش قولوا لي. دلوقتي انا السلايد بتاعت السامبلنج اكسبريشن موجوده عندكم؟ سامبلنج اكسبريشنز ايوه قلبت يا دكتور. طيب اوكي. طيب دلوقتي ايه تعريف البوبوليشن؟ ده هو ده الجروب من الناس اللي انت يود لايك تو سامبل فروم اند جنرالايز تو، مجموعه من الناس اللي انت عايز تاخد منهم السامبل وعايز تجنرالايز تو، يعني عايز اقول العينه بتاعتي دي هتبقى ممثله للبوبوليشن للمجتمع بتاعي ده. خلاص. طب السامبلينج فريم اللي هم الاشخاص اللي انت فعلا اخترت منهم الاكشوال سامبل بتاعك فور ذا سيرفي، سبيسيفيك ليست كده فيهم الاشخاص اللي انت هتختار منهم اكشوالي، ده السامبلينج فريم بتاعك. تمام. طيب احنا هنفهم اكتر يا دكاتره، اكشوالي هنفهم اكتر بكتير لما نبتدي نشوف ايه هي السامبل ميثودز، ايه هم السامبلينج ميثودز. هي دي محاضرتنا النهارده. خلاص. احنا عندنا، لو احنا شايفين السلايد هنا، عندنا سمبل، عندنا probability sampling اللي هي بيبقى فيه اختيارات عشوائيه random، وفي non probability الاختيار مش مبني على يعني مش مبني ان انت تختار random، مش مبني ان انت تختار بالصدفه، لا انت بتختار on purpose. طبعا العينه الادق هي non probability، سوري هي probability sampling، انا بختار عينه randomly ما بكونش قاصد ان انا اختار الفلان الفلاني ده. ودي فيها منها اربع انواع يا دكاتره: simple random sample، cluster sampling، systematic sampling and stratified random sampling. دكاتره معايا؟ معلش انا كل شويه لازم اتاكد ان الصوت واصل، لان انا مش سامعه اي حد، يعني صوتكم ما حدش بيفتح المايك ويقفل خالص، فعايزه اتاكد كل شويه. معايا؟ تمام يا دكتور معاكي. طيب يبقى احنا زي ما قلنا احنا عندنا probability sampling و non probability. probability يعني فيها احتمال انا بختار randomly، بختار بطريقه عشوائيه ما ببقاش قاصد اختار الشخص الفلاني ده. ودي في منها اربع انواع: simple random sampling وcluster random sampling وsystematic random sampling وstratified random sampling، وهنشوفها واحده واحده. وبعد كده في النون probability sampling methods دي هنشوفها في الاخر المحاضره باذن الله. طيب probability sampling اهو: any method of sampling that utilizes some form of random selection. اي نوع من السامبلنج اللي هنقولهم دلوقتي بيكون في نوع من الراندوم سيلكشن، هو الاختيار العشوائي او بختار بالصدفه. خلاص. وكل شخص كده عنده فرصه، عنده probability ان هو يختير في السامبل دي، بيبقى فيه equal chances لكل شخص ان هو نختاره في العينه بتاعتي. تمام. ده اسمه الراندوم سيلكشن. كل اللي هنقولهم دلوقتي كده مبني فيهم الفكره بتاعه الراندوم سيلكشن. تمام. الدكاتره لسه جويننج سيشن، احنا يعني هنبتدي لسه في اول نوع من العينات. احنا بنتكلم النهارده عن السامبلنج، ازاي ناخد عينه عشان اعمل بحث. والمثال اللي انا قلته على مرضى السكر، انا دلوقتي عندي مجتمع من مرضى السكر وعايزه اخد عينه منه اشوف قد ايه منهم هيجي لهم دايابيتك فوت ألسر. معقوله ان انا، معقوله هل حاجه منطقيه ان انا اخد ال 9 مليون مريض سكر في مصر واشوف منهم قد ايه هيجي لهم دايابيتك فوت؟ لا، انا بعمل باخد سامبل، وبقدر الامكان بحاول اخد سامبل بطريقه صح عشان تبقى ممثله للبوبوليشن بتاعي. مفهوم يا دكاتره الفكره قبل ما نبتدي في اول نوع؟ مفهوم؟ دكاتره انا صوتي غايب عنكم ولا حاجه؟ دكتور لو في حاجه احنا هنفتح المايك ونقول لحضرتك عشان بس حضرتك ما تقطعيش الشرح. طيب تمام تمام. لو في، لو انتم مش سامعيني افتحوا المايك وقولوا لي. تمام؟ اوكي. طيب اول نوع يا دكاتره هو السمبل راندوم سامبلنج، ده اسهل طريقه لاختيار العينات. وده في نوعين كان متعارف عليهم، في حاجه اسمها تيبل اوف راندوم نمبرز، زي كده جداول مصممه بيكون فيها ارقام عشوائيه بطريقه معينه كده، احنا بندخل ونختار الارقام اللي احنا عايزينها، يعني مش اللي احنا عايزينها، يعني اللي هي هتكمل عدد العينه. نفترض ان انا عايزه 50 واحد مثلا في الدراسه دي، انا بدخل على تيبل الراندوم نمبر ده وبطريقه معينه اخليه يختار لي 50 رقم عشوائي، مش انا اللي بختار، هو عامل مجموعه من الارقام العشوائيه.
وفي حاجه اسمها اللوتري، يعني زي زمان لو تفتكروا افلام الابيض والاسود يقول لك ده كسب ورقه اليانصيب، كل واحد ياخد ورقه عليها رقم ويقيس فجاه الرقم بتاعه كسب، ده اسمه اللوتري. خلاص، يبقى كل ده مبني على فكره السيمبل راندوم سامبلينج. طيب هو يعني ايه؟ طبعا دلوقتي يا دكاتره السوفت وير والكلام ده خلى ان احنا نستغنى عن الكلام ده، وبسهوله جدا اقدر باي سوفت وير او زي اكسل مثلا ولا اي برنامج اخليه هو يكريت راندوم نمبرز، اقول له كده كريت راندوم نمبرز واقدر اختار الارقام بتاعتي او اختار العينه العشوائيه بتاعتي. ايه فايده السيمبل راندوم سامبلينج ده؟ هو ايزي تو اكومبلش، سهل ان انا انفذه، وبيبقى فيه فيرنس، يعني كل شخص عنده الفرصه ان انا اختاره في العينه بتاعتي. It is very fair. كل شخص عنده الفرصة ان هو اختاره في العينة. تمام؟ ده simple random sampling. طيب هنشوف بقى العيوب بتاعته. It is not the most statistically efficient method of sampling. ما هياش ادق طريقة يا دكاترة. هي طريقة بسيطة وكل حاجة، بس ما هياش ادق طريقة. لما نشوف الطرق التانية اللي هتتقال بعد شوية هنعرف ان هم ادق من السيمبل راندوم سامبلنج. في بعض الاحيان انا مش قادره اعمل جود ريبريزنتيشن للسب جروبس، يعني انا مثلا عندي مرض الهايبرتنشن او السموكينج مثلا في المجتمع المصري، اكيد نسبته بتختلف عن الميلز عن الفيميلز. انا لما اقعد اختار كده يعني بطريقه عشوائيه ميلز فيميلز، حتى لو طلعوا مثلا الفيميلز اكتر ممكن تطلع النسبه عندي غلط، نسبه السموكينج تطلع عندي غلط لان انا مختار اغلبهم فيميلز، فممكن تطلع اقل من النسبه المفروض. انا عايز اشوف مثلا prevalence of smoking في المجتمع المصري، فانا كده مش ببقى عامله good representation للسب جروبس في العينه دي. العينه بتاعتي بسيطه جدا وما فيهاش representation للسب جروب المختلف، على عكس عينات تانية هنشوفها دلوقتي. ادي كده مثال بسيط لسيمبل random sampling. انا عندي طبعا الوان مختلفه، red ويلو وجرين وبلو، وبالراندوم sampling اللي هي دي الالوان اللي اخترناها او طلعت معي. خلاص بالطريقه دي، لكن ما عملناش حساب مثلا ان اللون الازرق 1 2 3 4 5، يعني اللون الازرق لو نشوف كده ممثل كتير قوي هنا في اعتبر ده المجتمع بتاعي، اللون الازرق ممثل كتير، ادي 1 2 3 4 5 7 مرات، في الاخر اخترنا منه واحده بس، كوره واحده بس هي زرقاء، يعني انا كده ما عملتش حسابي ان الازرق ده كان ليه تقل جامد في المجتمع ده وكان المفروض اخد منه اكتر، انا ما عملتش حسابي على كده. اعتقد الرسمه دي بينت لنا الديسادفانتج اوف ذا سمبل راندوم سامبلنج، ان احنا مش سب جروبس ما هياش ويتد، مش بنعمل لها ويت او مش بنعمل لها وزن، ناخد من كل مجموعه على حسب وزنها. انا لازم بقى هنا لازم هقف واقول انتوا فاهمين ولا لا عشان اعرف اعيد الكلام ده ولا لا. حد يفتح المايك ويقفل ويقول لي. يعني يا دكتور هي الفكره ان هو بتاع وحش في ان هو ما بيعملش تقل الموضوع، ان هو بيبقى مثلا في ناس كتير بس ما بيختارش منهم، بيبقى موضوع عشوائي اكتر. اه ده اسمه يا دكتوره جود، ما فيش جود ريبريزنتيشن. يعني افرضي زي ما قلت لك مثال مثلا السموكينج ده، احنا عايزين نشوف نسبه السموكينج في المجتمع المصري مثلا، طبعا يعني باللي احنا عارفينه او شايفينه نسبه الميلز سموكرز اكتر من الفيميل سموكر، فانت لو ما خدتش الويت، يعني لو ما خدتش الويت بتاع المجتمع وعدد مثلا نفترض ان الميلز اكتر من الفيميلز، لو ما خدتش من الميلز اكتر يبقى انت كده ما عملتش جود ريبريزنتيشن، انت ما عملتش جود ريبريزنتيشن. بلاش السموكينج، في امراض معينه الهايبرتنشنز اكتر في الميلز عن الفيميلز، الهايبرتنشن مثلا اكتر في الميلز عن الفيميلز، فانت لازم تقسم الجروبس بتاعتك اللي هتاخد منها لميلز وفيميلز عشان تبقى كل حاجه ريبريزنتيف بطريقه صح. هي دي الفكره بس البسيطه قوي لعيب السيمبل راندوم سامبلنج. هيبان بقى لما ناخد الاستراتيفايد. في الاستراتيفايد ده انا عملت استراتا، قسمت ميلز وفيميلز، قسمت مثلا هاي وميدل ولو سوشيو ايكونوميك ليفلز، عايز اشوف الحاجه دي فرقها مثلا عن في الميلز عن الفيميلز. تمام، لكن انت في السيمبل انت ما شفتش. اتفضلي. تمام يا دكتور. تمام اوكي. طيب هندخل بعد كده في النوع الثاني السيستماتيك. النوع الثاني اسمه السيستماتيك راندوم سامبلنج. في السيستماتيك يا دكاتره ده بيستخدم ذا سيم ستاتستيكال برينسيبلز اس سيمبل راندوم سامبلنج، بيستخدم نفس المبادئ الاحصائيه وبيختار برضو عينه عشوائيه، بس في اختلاف بقى، في اختلاف من اسمه كده سيستماتيك ان في سيستم. خلاص ده بيبقى فيه سيستم. طيب ازاي؟ هنشوف ازاي. احنا الاول يا دكاتره بنحسب
السامبلينج انترفل، يعني انا دلوقتي عندي عدد معين عايز اخده، وهنشوف مثال بس للكلام ده، يعني ما نتخضش من الكلام عشان هنشوف مثال عملي ليه كله. هنختار السامبلينج انترفل باي ديفايدنج ذا توتال نمبر اوف يور تارجت بوبليشن باي ذا نمبر اوف سامبل نيدد فور يور ستادي. هنشوف المثال بعد شويه، بس نركز الاول في الكلام ده. انت بتحسب السامبلينج انترفل باي ديفايدنج ذا توتال نمبر اوف ذا بوبليشن باي ذا نمبر اوف سامبل نيدد فور ستادي. فور اكزامبل، مثلا يا دكاتره، انت التوتال نمبر مثلا اوف هاوس هولز، بيوت معينه عايز تاخد منها ناس 100 بيت. طب انت عايز السامبل كام؟ عايز 20 شخص. انت عندك 100 بيت وعايز 20 شخص. في الحاله دي السامبلنج انترفال كام يا دكاتره؟ حد يرد عليا، السامبلنج انترفال هنا هتبقى كام؟ حد يفتح المايك ويقول ثاني يا دكتور، بس معلش اخر حته. طيب دلوقتي السامبلنج، انت عايز تحدد السامبلنج انترفال ان انت هتقسم التوتال نمبر اوف هاوس هولز. انا عايز اعمل عينه على البيوت، هم 100 بيت يا دكاتره، عايز اخد منهم 20 شخص، عايز اعمل دراسه على 20 شخص، يبقى السامبلنج انترفال هتبقى كام؟ 100 على كام؟ على 20 بالظبط كده، هيطلع لي كام؟ 5. هيطلع لي ايه؟ 5. تمام معايا؟ 5 بيوت يعني. هنختار رقم السامبلنج انترفال دي. لا دي مش 5 بيوت، دي سامبلنج انترفال. سامبلنج انترفال. طب بصوا هنكمل المثال كله يا دكاتره الاول عشان تفهموا، وبعد كده اللي مش فاهم يقول لي، بس هنكمل المثال للاخر. انا دلوقتي افترضنا ان انا عندي 100 بيت عايز اخد منهم 20 شخص، لازم اخد حاجه اسمها سامبلنج انترفال، يعني المسافه اللي هتقول لي اختار الرقم الجاي اللي هختاره ايه، هو ده سامبلنج انترفال. انا دلوقتي قسمت ال 100 اللي هم ال 100 بيت على 20 شخص بتاعي، طلع لي 5، يبقى انا السامبلنج انترفال بتاعي 5. هختار رقم عشوائي راندوم ستارت بتوين 1 اند 5، اي رقم عشوائي بتوين 1 ل 5. انا افترضنا مثلا طلع عندي 3، وانا مرقم البيوت على فكره، البيوت اللي هم كانوا 100 بيت دول، البيت رقم 1 2 3 4 لغايه 100، خلاص. طيب انا دلوقتي اخترت رقم عشوائي بين 1 والسامبلنج انترفال طلع 3، اوكي. ايه بقى السامبلنج انترفال؟ هتزود انت السامبلنج انترفال اللي انت طلعتها اللي هي 5 على الرقم العشوائي اللي انت اخترته في الاول اللي هو التلات. يبقى رقم البيت، اول بيت هختاره هيبقى بعد الراندوم ستارت اللي هي 3، البيت اللي بعد كده اللي هختاره هيبقى 3 زائد 5 8. وبعد كده هتقعد تزود السامبلنج انترفال كل مره، 8 زائد 5 يبقى البيت رقم 13، لغايه ما تختار ال 20 شخص بتوعك. تمام؟ نقولها تاني. انا اسفه، ال 20 هاوس هولد بتوعك، ال 20 هاوس هولد بتوعك، اوكي. نقولها تاني يا دكاتره. طيب بصوا بقى اهي، في الموجوده في البرزنتيشن نفس الاكزامبل اللي انا قلته اهو. دلوقتي احنا هنشوف السامبلنج انترفال هنحسبها ازاي. ديفايد ذا توتال نمبر اوف هاوس هولدز اللي هو البيوت اللي هم 100 بيت باي ذا نمبر وي وونت. انا عايزه 20 هاوس هولد وانا عندي 100 بيت، يبقى انا السامبلنج انترفال بتاعتي كام؟ 5. هختار بس اول هاوس هولد هو اللي هختاره عشوائي بالسيمبل راندوم سامبلنج بتوين 1 اند 5 اللي هو طلع مثلا البيت رقم 3، خلاص. يبقى هاوس هولد نمبر 3 هو ده الفيرست هاوس هولد. اللي جايين بعد كده بقى هحددهم ازاي؟ البيوت اللي جايه بعد كده احنا قلنا ده اسمه سيستماتيك راندوم سامبلنج، مش هختارهم عشوائي بقى، لا هيكون في سيستم. هقعد ازود رقم 5 اللي هو السامبلنج انترفال على الرقم اللي طلع لي في الاول، يبقى البيت اللي بعد كده 8. هزود 5 يبقى البيت اللي بعد كده 13. هزود 5 يبقى البيت اللي بعد كده 18، لغايه ما اوصل لل 20 هاوس هولد بتوعي. الفكره واضحه يا دكاتره ولا لا؟ تمام يا دكتور، بس ايه الميزه كده عن الراندوم العادي يعني الراندوم؟ لا الميزه هنا ان في سيستم بقى. الميزه هنا ان في سيستم، يعني انا ما اعتمدتش ان انا يعني كل العينه هتبقى عشوائيه تماما، لا انا عملت حاجه اسمها سيستم، خلاص، بان انا زودت السامبلنج انترفال على الرقم العشوائي الاولاني بتاعي. ده بيبقى منظم اكتر، يعني مور اورجانيزد شويه عن السيمبل راندوم سامبلنج، ادق شويه ومنظم اكتر عن السيمبل راندوم سامبلنج. مفهومه الفكره؟
دلوقتي هناخد يا دكاتره الفرق بقى بين الاستراتيفايد. ايه الفرق بين الاستراتيفايد والكلاستر راندوم سامبلينج؟ طيب الاستراتيفايد، فاكرين المثال اللي انا قلته لكم قبل كده؟ فاكرين المثال اللي انا قلته بتاع السموكينج؟ احنا قلنا ان في المجتمع بتاعنا السموكينج بيختلف في الميلز عن الفيميلز، يبقى انا في الحاله دي لازم اراعي دول نسبتهم كام ودول نسبتهم كام في المجتمع بتاعي. نفترض يا دكاتره ان السموكينج، سوري، نفترض ان الميلز نسبتهم 70% في المجتمع بتاعي، نفترض، ونفترض ان الفيميلز 30%. الكلام ده طبعا مش مظبوط، انا قلت افتراض بس ارقام كده سهله عشان تفهموني. طب لو انا عايز اخد 1000 يا دكاتره، يبقى هاخد كام من الميلز وكام من الفيميلز عشان اقدر اشوف البريفالنس اوف سموكينج؟ حد يجاوبني. هقول تاني السؤال، انا دلوقتي العينه بتاعتي عباره عن 1000 شخص، تمام؟ نفترض في المجتمع بتاعي ان الميلز نسبتهم 70% والفيميلز نسبتهم 30% فقط، وانا عايزه 1000 شخص، يبقى هاخد كام ميل وكام فيميل عشان البريفالنس بتاعت السموكينج تبقى محدده صح في المجتمع؟ بالظبط كده 700 و300. في حد جاوب تقريبا اسمه محمد او عبد الغني وسيد، ما شاء الله كلكم جاوبتوا صح. انا هاخد 700 ميل و300 فيميل، تمام كده، عشان انا اقدر فعلا اشوف النسبه بتاعت السموكينج صح، لان هو نسبته مختلفه في الميلز عن الفيميلز. ده اسمه يا دكاتره ستراتيفايد راندوم سامبلينج. انت كده قسمت المجتمع بتاعك لستراتا. استراتا دي ممكن تبقى ايج، والله هناخد الاقل من 20 واللي من 20 ل 40 واللي فوق ال 40 عشان اشوف البريفالنس اوف هايبرتنشن. الهايبرتنشن بيختلف حسب الايج، والله هقسمه لميلز وفيميلز عشان السموكينج بيختلف هنا عن هنا. لا ده انا عايزه اقسم على حسب السوشيو ايكونوميك ليفلز لو وانترميديت وهاي، عشان عايز اعمل دراسه اشوف فيها الفرق في المستوى التعليمي او الاقتصادي، الفرق مثلا على الكومبلاينس، الاستجابه لاي مثلا تريتمنت معينه على حسب السوشيو ايكونوميك ليفل. فانا كده بقسم المجتمع بتاعي لستراتا، وكل استراتا بقى هاخد منها سيمبل راندوم سامبل. يعني انا بعد ما قسمت ميلز وفيميلز هجمع العدد بتاعي بالسيمبل راندوم سامبل من كل واحده. الفكره واضحه يا دكاتره؟ على فكره الامثله اللي انا بقولها دي دايما تفتكرها، يعني دايما افتكر المثل هتعرف على طول استراتيفايد راندوم سامبلينج ده معناه ايه. افتكر دايما موضوع السموكينج ده، والله السموكينج نسبته بتختلف في الميلز عن الفيميلز، طب انا لازم اشوف في المجتمع بتاعي الميل ممثل بنسبه كام في الميه والفيميلز بنسبه كام في الميه، وهقسم الاستراتا، وهختار بعد ما عملت الاستراتا دي هختار منها بقى العدد بتاعي بالسيمبل راندوم سامبلينج. يبقى انا كده لما اجي اعمل البحث بتاعي عن السموكينج هتبقى النسبه هتطلع صح، لان انا اخترت عينت العينه بتاعتي صح. عندنا الرسمة اهي دلوقتي اهو، يعني شايفين الالوان المختلفة ريد ويلو وجرين وبلو. عملت انا ايه بقى في الاستراتيفايد؟ خدت كل مجموعة مع بعضها، يعني الريد حطيتهم في صف لوحده واليلو في صف لوحده والجرين نفس الكلام واليلو نفس الكلام، خلاص؟ يبقى انا قسمتهم للاستراتا، وبعدين خدت من الاستراتا دي بقى العينة بتاعتي. تمام يا دكاترة؟ لا انا عايزة حد يجاوبني ويقول لي تمام ولا لا. دكتور معلش، بعد يعني ايه بعد ما نعمل ستراتيفايد جندر بنعمله سامبل؟ انا مش فاهمه الحته دي. طيب هنقولها تاني دلوقتي، مش احنا قلنا في افترضنا في المثل بتاع ال 1000 شخص ده اللي عايزين نشوف فيهم البريفالنس اوف سموكينج، ال 1000 شخص، مش احنا قلنا لو انا المجتمع بتاعي فيه 70% ميل و30% فيميل هاخد 700، هقسم ستراتا، هقسم العينه بتاعتي الاول ميلز وفيميلز، خلاص؟ تمام. يعني انا دلوقتي عملت استراتا، ادي استراتيفايد اهو. طيب يبقى انا اول حاجه عملتها ان انا قسمتهم ميلز وفيميلز. العدد بقى اللي جوه الميلز والعدد اللي جوه الفيميلز ده هنختاره بعد كده بالسيمبل راندوم اللي هو 700 ميل و300 فيميل. بس انا ما عملتش سيمبل راندوم من الاول، انا قسمتهم الاول ميلز وفيميلز. في السيمبل الاولاني خالص يا دكاتره ما كنتش بقسم حاجه خالص، كنت باخد كده اللي قابلني، ما كنتش بقسم. تمام اوكي. طيب هنشوف بعد كده كلاستر راندوم سامبلينج. زي ما قلنا نفتكر الامثله، والله لو افتكرتوا الامثله، السلايد ظاهره عندكم الاول؟ السلايد ظاهره، لازم بس اطمن قبل ما اكمل. ايوه يا دكتور. طيب
هنا sampling technique in which the entire population of interest is divided into groups or clusters and a random sample of these clusters is selected. يعني أنا عندي بقى sampling technique هنا ال population بتاعه على بعض وكده هقسمه المجموعات. أنا في الاستراتيفايد كنت بقسم مجموعات strata يعني males females زي ما قلنا ال age أقل من كذا ومن كذا لكذا وأكتر من كذا، لكن هنا أنا هاخد من المجتمع بتاعي ده هقسمه مجموعات أو هنفسرها مثلا عناقيد عنب، عناقيد عنب clusters مجموعة من العناقيد على بعضها يعني males females على بعض، ال socio economic classes على بعض، وبعد كده أنا هاخد random sample من ال clusters دي. الحاجة أكتر حاجة يا دكاترة زي ما قلت لكم ممكن تفهمكم الكلام ده هو الأمثلة. فأنا هاخد مثال، أنا دلوقتي عايزة أعمل دراسة على الأطفال الـ primary school children في مصر في منطقة شمال القاهرة مثلا، وأقول قد إيه في المية منهم أوبيز، قد إيه في المية منهم الـ prevalence of obesity فيهم قد إيه. يبقى أنا عايزة تاني أشوف الـ prevalence of obesity في أطفال المدارس الابتدائي primary school children في منطقة North Egypt أو شمال القاهرة، منطقة شمال القاهرة التعليمية، وأنا عايزة 1000 طالب يا دكاترة، أنا عايزة 1000 طالب. أوكي طيب دلوقتي وأنا عندي 100 مدرسة، أنا عندي 100 مدرسة كل مدرسة فيها تقريبا 500 طالب، يبقى أنا كده عايزة قد إيه؟ أنا عايزة كده أخد كم مدرسة؟ حد يرد علي نشوف الابليكيشن كده ممكن حد يجاوب. بالظبط انا كده عايزه مدرستين، انا كده عايزه مدرستين. ليه؟ انا قلت انا عندي 100 مدرسه، المدرسه الواحده فيها 500 طالب، انا عايزه عينه من 1000 طالب، يبقى انا هاخد مدرستين، مدرستين خلاص. دلوقتي المدارس اللي هم ال 100 اللي انا كنت قلت عليهم في الاول دول، المدارس دول هيعتبروا الكلاسترز او عناقيد العنب بتاعتي، هم دول اللي اديتهم ارقام يا دكاتره من 1 ل 100، هم 100 مدرسه اديتهم ارقام من 1 2 3 4 لغايه ما نوصل ل 100. المدرستين بتوعي دول، المدرستين بتوعي دول انا بقى هختارهم عشوائي، المدرستين بتوعي هختارهم راندملي، المدرستين انا بنفسر او بنمثل المدارس بعناقيد العنب، المدرستين بتوعي هختارهم عشوائي، وبعد ما اختارهم بقى هاخد كل اللي فيهم، هاخد كل اللي فيهم خلاص. ميلز بقى في ميلز ديفرنت سوشيو ايكونوميك كلاسز او وات ايفر. يبقى انا خدت يعني انا قسمت على ايد عنب، اخترت عن ايدين راندملي وكلت كل اللي فيهم. دي فكره الكلاستر راندوم سامبلنج. خلاص هنقولها ببساطه جدا تاني، انا عندي 100 مدرسه في منطقه شمال القاهره التعليميه، عايز اشوف البريفالنس والاوبيستي، المدارس دي اديتها ارقام من 1 ل 100، قسمتها او قلت عليها كلاسترز من 1 لغايه 100 خلاص. اخترت من ال 100 كلاستر دول 2 اخترتهم راندملي، لما اختار المدرستين دول بقى هاخد كل اللي جواهم، ما قسمتش انا ستراتا زي الستراتيفايد راندوم سامبلنج. تمام كده يبقى ده اسمه كلاستر راندوم سامبلنج. خلاص this differ from stratified sampling. طب دكتور معلش اتفضل، هو لو احنا عايزين نعمل في مثال بتاع المدارس ده ستراتيفايد هنعمله ازاي؟ ستراتيفايد على حسب ايه بالظبط برضو؟ يعني لو هو stratified هناخد من كل مدرسة مثلا 10 عشان يبقى 10 في 100 مدرسة يبقوا ال 1000 العينة بتاعتنا، ولا مش هتتعمل كده برضو؟ لا مش هتتعمل كده، انت لازم تقسمين stratification ده على اساس ايه؟ لازم يكون على اساس حاجة معينة يا دكتورة. يعني مثلا نفترض ان هم ايه على حسب السوشيو ايكونوميك ليفل، فهختار هقسمهم اللو سوشيو ايكونوميك ليفل دي strata، الانترميديت strata والهاي strata، عشان اشوف مثلا عايز اقيس حاجة معينة، هل السوشيو ايكونوميك ليفل بيفرق مثلا في مستوى التغذيه بتاعتهم او في مستوى التغذيه السليمه بتاعتهم ولا لا. فانت لازم تقسميهم الاول، مش هتقسمي كلاسترز خالص، انت لازم تقسميهم الاول على حسب السوشيو ايكونوميك ليفل، وبعد كده هتدخلي تختاري منه. يعني لازم يكون في تقسيمه على اساس حاجه معينه يا دكتوره انت عايزه تقيسيها، فاهمه قصدي؟ التقسيمه البدائيه بتاعتي هتبقى او الاساسيه او اللي هبتدي بيها على حسب ايتم معينه انت عايزه تقيسيها او تشوفي تاثيرها على حاجه في الدراسه بتاعتك، زي ما قسمنا ميلز وفيميل عشان اشوف السموكينج، هنا انا عايزه اقسم السوشيو ايكونوميك ليفل عشان اشوف البروبر نيوتريشن مثلا، فاهمه قصدي؟ انا لازم تفهمي الفكره. التكنيك بقى اللي هاخد بيه الفكره مش لازم تفهموه بالتفصيل، بس لازم الفكره او الاساس في الاستراتيفايد والكلاستر تكونوا عارفينه بالنسبه لسنه تانية، مش مطلوب منكم التكنيك بقى اللي هاخد بيه ازاي الكلام ده،
فاهمة قصدي دكتور ولا لأ؟ في ال stratified يعني مثلا دلوقتي لو هما ال low social economic أكتر حاجة، يبقى ساعتها هاخد منهم يعني رقم أكبر. يعني مثلا لو هما نسبتهم يعني مثلا 60%، هاخد مثلا يعني الست مثلا طلاب بدل مثلا أربعة، يعني قصدي ولا احنا بناخد كل لازم تبقى بالظبط، لازم تبقى ويتد، لازم تبقى ويتد، وده اسمه بروبورشنال الوكيشن. يعني ايه بروبورشنال الوكيشن؟ كل حاجه برجعها لنسبتها الاساسيه في المجتمع. انت نسبه اللو سوشيو ايكونوميك اكتر عندك، هتاخدي منه اكتر. انت نسبه الميلز كانت عندك اكتر، لازم تاخدي منهم اكتر. بس الستة، يعني بس الستة اللي اختارهم مثلا في 60% هختارهم عشوائي. بالظبط كده. تمام بس انت اوكي. كنت فهمتي؟ يعني المهم يا دكاتره، الفكره الرئيسيه عشان ما تلخبطوش نفسكم، الفكره الرئيسيه في الاستراتيفايد، انا عملت استراتا الاول على حسب الحاجه اللي انا عايزه اقيسها، وبعدين خدت من جواهم سيمبل راندوم سامبل. الفكره في كلاستر، انا قسمت الوحدات اللي انا عايزاها المدارس كلها لكلاسترز، واخترت منهم اثنين او ثلاثه او وات ايفر كلاسترز عشوائيه، ولما اخترت العشوائيين دول خدتهم كلهم بقى، ما قسمتش على اساس حاجه معينه. نفتكر برضو موضوع عناقيد العنب ده، يعني اعتقد بتسهل لك الدنيا شويه. طب دكتور، احنا على اي اساس هنختار انهي، يعني انهي واحده فيهم هنستخدمها؟ يعني امتى بيستخدموا سيفايد، امتى كلاستر، امتى؟ ما هو على حسب الدراسه بتاعت حضرتك. يعني زي ما قلنا، نفترض ان احنا عايزين نشوف ايتم معينه فرقها، مثلا زي ما قلنا في الميلز او في ميلز، مرض معين نسبته اكتر في الميلز عن الفيميلز، مرض معين بيختلف نسبته على حسب الايدج. في الحاله دي الاستراتيفايد هيمشي معانا كويس جدا. الاستراتيفايد هيمشي معانا كويس جدا، هو هيعمل لنا التقسيمات دي. لكن الكلاسترز زي ما قلنا مش محتاجين، انت هتعملي دراسه بس مش محتاجه ان انت تقعدي تقسمي استراتا. فاي حاجه عندك مش معتمده على التقسيمات اللي احنا قلناها دي، ممكن تتعمل كلاستر راندوم سامبلنج. زي موضوع مثلا المدارس، احنا كنا عايزين نشوف الاوبيزيتي في المدارس وخلاص، تمام، لكن مش عايزين نشوف فرق مثلا ميلز عن فيميلز، مش عايزين نشوف فرق سوشيو ايكونوميك كلاسز. ففي الحاله دي كلاسترز هي المناسبه عندي. لما تكوني عايزه تقسمي عشان تشوف تاثير حاجه معينه بتقيسيها على الدراسه بتاعتك، في الحاله دي الاستراتيفايد هو اللي هتختاريه. تمام. تمام. طيب هو مكتوب هنا حاجه عندكم لازم اقراها لكم عشان دي موجوده في الكتاب. Cluster random sampling differs from stratified random sampling in which some units are selected from each group. The important thing to remember about this sampling technique is to give all clusters equal chances of being selected. يعني نفس فكرة الراندم، ان انت دلوقتي قسمت المدارس لكلاسترز، اعتبرت المدارس دي كلاسترز، لازم كل مدرسة فيهم عندها equal chance of being selected. طب احنا امتى بنختار برضو اسباب تانية بتخلينا نختار cluster sampling؟ السلايد ظهر يا دكاترة؟ معلش لازم اتاكد السلايد ظاهره. ظاهره. طيب تمام. هي بتبقى ارخص كتير ومور كونفينينت تو سامبل ذا بوبوليشن ان كلاستر راذر ذان راندوم. يعني طريقه كلاستر راندوم سامبلنج دي ماتش تشيبر وماتش كونفينينت، فانا بختارها لو انا مش عايزه اقيس تاثير حاجه معينه زي الاستراتيفايد، بتختاري على طول كلاستر راندوم سامبلنج. Cluster sampling can also reduce the cost when the population elements are scattered over a wide area. لو افترضنا ان المجتمع اللي انا عايز اختار منه منتشر او scattered في منطقة كبيرة قوي، Cluster sampling برضو ممكن من الحاجات اللي تقلل التكلفة، عشان انا مش هقعد اقسم و stratified them into groups maze او female او زي ما قلنا قبل كده socio economic level. فانا يعني مش بتحتاج تكلفة كبيرة، خطواتها مش مكلفة زي stratified random sampling. خلاص؟ هو الرسمة دي ظريفة جدا برضو، كل رسمة شفناها بتوضح لنا او بتفهمنا اكتر الفرق بين السامبلينج تكنيكس. يعني زي ما شايفين الالوان المختلفة اهم، الازرق والاخضر والاحمر، كلهم دلوقتي هم اساسا كلاسترز، هم كلاسترز. انا هختار منهم حاجة عشوائية، بس هختار كلاستر بالكامل. يعني شايفين الرقم اللي هو في الصف الرابع 13 14 15 16، انا اخترت من كلاسترز دول واحده عشوائيه، خدتها كلها، ما قسمتش بناء على حاجه، خدتها بكل اللي فيها بكل اللي جواها، عشان كده عاملين زي سيركل كده، او يعني حاجه بتضم الكلاسترز مع بعض. شايفين يعني في حدود حوالين كل واحده. ليه الحدود دي؟ عشان الواحده اللي انت هتختارها او وات ايفر اللي انت هتختارهم، هتاخدهم كلهم بكل اللي فيهم،
زي مثال المدارس، اخترت المدرسة بكل اللي فيها، ما قسمتش بقى حاجة. طب يا دكتور هي كده فيها عيوب تقريبا زي الراندوم يعني، انا كده فيها عيوب طبعا، طبعا فيها عيوب. ما هو يعني دلوقتي كل واحدة يا دكاترة فيها ميزة وعيب، كل واحدة فيهم فيها ميزة وعيب. يعني ممكن نقول السيرتيفايد هي أدق واحدة خدناها لغاية دلوقتي، بس زي ما قلنا مكلفة وتايم كونسيوم كمان، بتاخد وقت طويل ومكلفة. دي مش دقيقة قوي بس ما بتاخدش نفس الوقت ومش مكلفة. كل واحدة فيها ميزة وعيب، وانت بتختاري زي ما قلنا على حسب الدراسة بتاعتك انت عايزة تقيسي ايه بالظبط، انت عايزة تقيسي ايه بالظبط. يا دكتور؟ ايوه معلش بس يا دكتور، هو كان بيقول ان الكلاستر تكنيك ده بيقول ان لازم يدي الكلاسترز ايكوال تشانسز. طب هو ازاي كده يدي ايكوال تشانسز طالما انت مثلا في مثال المدرسه هتختاري اتنين مدرستين من 100 مدرسه؟ لا ما حضرتك انا هختارهم راندم، يعني انا ال 100 مدرسه دول كل واحده فيهم، كل واحده فيهم ممكن اختارها عشوائي بقى، انا مش هختارها اون بيرفوز يا دكتور. يعني انا مش هروح اقول انا هختار المدرسه رقم 3 والمدرسه رقم 97، لا ده انا هختار، هدخل تاني التيبل اوف راندم نمبرز اللي قلنا عليه في اول سلايد خالص بتاع السيمبل راندم سامبلينج، فاكرين اللوتري والتيبل اوف راندم نمبرز والكلام ده، هخلي الكمبيوتر هو اللي يختار لي، مش انا اللي هروح اختار. بس معنى كده ان كل واحده عندها فرصه الاختيار. اه حضرتك تمام فاهم ماشي، قصدي؟ تمام ماشي يعني كل واحده عندها فرصه الاختيار. طيب هندخل بقى في حاجه المالتي ستيج، ده يا دكاتره ده اخر حاجه من البروبابيلتي سامبلنج ميثودز، اخر طريقه دي بقى دكتور. عشان يعني نخبطك. قصدك ان في عدل يعني في التوزيع وكده ولا؟ طبعا طبعا يا دكتور، طبعا. الرسمه اهي تاني دلوقتي زي ما قلت ال 100 مدرسه، نفتكروا مثال ال 100 مدرسه، الاثنين اللي انا هختارهم دول مش هروح اختارهم كده بنفسي اون بيربوز، لا ده انا هختارهم نفترض مثلا هدخل الكمبيوتر الارقام وهو اللي هيختار الرقمين دول عشوائي بالتيبل اوف راندوم نمبرز اللي قلنا عليه في الاول خالص. او دلوقتي حاليا بنعمل ايه، في برامج سوفت وير هي اللي بتختار لي، هي اللي بتعمل لي ارقام عشوائيه، تقول لي والله في المية دول انا اخترت لك 97 واخترت لك 3، انا ماليش دعوه خالص، هو التيبل اوف راندوم نمبرز هو اللي اختار، او السوفت وير بتاع الكمبيوتر هو اللي اختار. فهمت يا دكتور؟ دكتور فهمت معايا؟ تمام. طيب اخر حاجه في ال اخر حاجه عندنا في probability sampling حاجه اسمها multi stage sampling يا دكاتره. The loss within the Broger category of probability sampling is multi-stage sampling. This is the most sophisticated sampling strategy and it is often used in large epidemiological studies. آخر نوع ده دكاترة أكتر نوع معقد في كل الحاجات اللي قلناها قبل كده. مش مطلوب مننا التفاصيل بتاعته بس مطلوب منك تعرف إن هو بيحصل على كذا مستوى. أو لو أنا عايز أعمل دراسة على مستوى قومي، على مستوى الدول، حاجة كبيرة جدا على مستوى مصر كلها، هل يعقل ان انا اخدها مثلا على مرحله واحده؟ لا استحاله. ده انا الاول بقسم مثلا، لو افترضنا هاخد حاجه في محافظه الجيزه، بقسم محافظه الجيزه دي لحتت رورال وحتت اربن، والحتت الرورال دي لسه هدخل جواها الفيليجز، والحتت الاربن هندخل جواها السيتيز للمدن. كل مرحله بتوصلني للمرحله اللي بعدها، كل مرحله سامبلنج بتوصلني للي بعدها، مش بتاخد انت السامبلنج بتاعك على مرحله واحده او مرحلتين، لا ده انت عندك خطوات كتيره قوي. It is very sophisticated. زي ما قلنا بنعملها على الحاجات، بنعملها للحاجات اللي على مستوى القومي، دراسات كبيره جدا على مستوى قومي، فبتبقى في كذا مرحله، كل مرحله بتوصلني للمرحله التي تليها. خلاص اهو in multi stage sampling the population is divided into primary sampling unit only some of which are sampled. يبقى انا عندي primary sampling unit زي مثلا اللي هم الاربن والرورال، الاربن والرورال هاخد منهم villages وcities، والvillages وcities دول هرجع اخد منهم بيوت هاوس هولدز، والهاوس هولدز دول هرجع اخد منهم اشخاص. واضح الكلام؟ يعني بعمل sampling على اكتر من مستوى، مش مطلوب منك تفاصيل برضو، كل المفروض تعرفه ان هو بيبقى على اكتر من ليفل، بيبقى على اكتر من مرحله او على اكتر من خطوه لغايه ما توصل للتارجت بوبوليشن اللي انت عايزه. واضحه الفكره يا دكاتره؟ بس هو مكتوب في الديفينيشن ان هو only some of which are samples، يعني ايه؟ ما هو انت دلوقتي قسمتي البوبوليشن بتاعك لبرايمري سامبلنج يونتس، خلاص؟ وحدات، او زي موضوع المدارس مثلا، مش شرط تاخديهم كلهم، ممكن تاخدي جزء منهم، جزء منهم هتعملي له سامبلنج، جزء منهم هتختاريه،
يعني انت في كل مرحله بتختاري جزء، واللي بعديها بتختاري على مستوى تاني على مستوى تالت لغايه ما توصلي للتارجت اللي انت عايزاه. يعني مثلا افرضي انا عايزه اوصل لاشخاص ساكنين في شوارع معينه، انت مش هتبتدي باخر مرحله دي، انت هتبتدي الاول دي محافظه ايه، محافظه الجيزه، والله قسمت محافظه الجيزه لقرى ومدن، والقرى والمدن قسمتهم لقرى ومدن اصغر، والقرى والمدن الاصغر دول هاخد منهم بعض الهاوس هولز، والهاوس هولز هاخد منهم الاشخاص. مش لازم تاخدي من كل مرحله وصلت لها كل اللي فيها، هتختاري بعض منهم بس، هتعملي سامبلنج لبعض منهم، البعض ده هيوصلك للي بعدها، والبعض ده هيوصلك للخطوه اللي بعدها. تمام؟ اه تمام. دكاتره عشان يعني احنا سنه تانية، ودايما انا اتنبه عليا ان احنا مش مفروض، مش مطالب، انتوا مش مطالبين تعرفوا الحاجات بالتفاصيل الممله، يعني انا عايزاكم تفهموا الفكره، وانس فهمتوا الفكره انتوا كده يعني الحمد لله، هو ده اللي انتوا مطالبين بيه، عشان احنا لسه سنه تانية، فمش عايزاكم تعقدوا نفسكم ان كلمه مثلا مكتوبه دي يعني حاسين ان هي مش فاهمينها 100%. لا، انت فاهم الفكره، بعد كده هتقدر تعبر باي اسلوب بقى، سواء اسلوب الكتاب او اختلاف بسيط على المكتوب. تمام؟ طيب احنا خلصنا probability sampling، هنقول اساميهم بسرعه تاني. خلصنا simple random sampling، وقلنا ان كل شخص هنا عنده فرصه ان هو يختير في العينه بالجداول اللي هي table of random number. والسيستماتيك قلنا من اسمه كده هو في سيستم، انا بحسب sampling interval، بختار بس اول رقم بالعشوائي، والرقم العشوائي ده هزود عليه sampling interval كل مره لغايه ما اختار العدد بتاعي. وبعدين قلنا الفرق بين stratified وclass. stratified انا بقسم على حسب حاجه معينه انا عايزه اقيسها، يعني مثلا حته الايدج هتفرق معايا في المرض اللي انا بدرسه، حته الميلز او الفيميلز هتفرق معايا في انتشار المرض اللي انا بدرسه، فانا عايزه اقسم الاستراتا، فهقسم الاستراتا قبل ما اخد اي حاجه، قبل ما اعمل اختار اي اشخاص، بعد ما اقسم الاستراتا ابتدي اختار بقى راندملي. الكلاسترز لا، انت ما عملتش كده، انت قسمت السامبل الفريم اللي انت عايز تختاره للكلاسترز، بعد كده هتختار منها راندملي، كل كلاستر ليها فرصه الاختيار برضو، هتختار منهم راندملي. هي فرقها بس عن السيمبل انها في صوره كلاستر مجموعات، مش السيمبل كان مجرد يعني حاله فرديه، فرد 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 فرد، لكن الكلاستر دي عباره عن مجموعات، وانسى انك اخترت المجموعات بتاعتك هتاخدها كلها، لكن السيمبل كان واحد واحد. فاهمين الفرق؟ اخر حاجه المالتي ستيج، دي بتبقى على المستوى زي ما قلنا مستوى قومي، بتبقى حاجه على مستوى كبيره قوي، وسامبلنج على مراحل، كل مرحله هتوصلك للمرحله اللي بعدها لغايه ما نوصل للتارجت بوبوليشن بتاعي. دكاتره معايا في الملخص البسيط اللي انا قلته ده، اللي حاولت اوضح لكم بيه الامور اكتر؟ حد يقول لي اوكي. طيب الحمد لله. هندخل دلوقتي في النون بروبابيليتي سامبلنج. الفرق بقى بين البروبابيليتي والنون بروبابيليتي سامبلنج ايه؟ النون بروبابيليتي داز نوت انفولف راندوم سيلكشن random selection technique، يعني النون probability ده ما فيهوش السيستم بتاع اللي هو العشوائيه، او ان كل شخص ليه فرصه ان هو يبقى randomly selected من الجروب، ما عندناش الكلام ده في النون probability. النون probability ده انت بتروح قاصد تختار ناس معينه، مطلوب منك الاسامي بتاعته بس. انا لما سالت الدكاتره على التفاصيل عشان اشرح لكم كل اسم من دول معناه ايه، قالوا لي لا، انتوا مطلوب منكم تعرفوا اسمهم بس. يعني انا هقول لكم مثال لاول واحد، الكونفينينس. الكونفينينس ده انا رايحه باخد، عايزه اشوف اراء الدكاتره في مستشفى بوريش مثلا عن الكوفيد، عايزه اشوف معلوماتهم والاتيتيودهم والبراكتسز بتاعهم عن الكوفيد 19 ايه. طب انا نفترض ما لقيتش كل الدكاتره، خلاص في دكاتره مش فاضيه، في دكاتره مش عايزه، ما عندهاش وقت، في دكاتره مش عايزه تشترك، فانا عملت ايه؟ كل اللي قدر، كل اللي متاح ليا اخده خدته، ده اسمه ايه في الحاله دي؟ كونفينينس. كل اللي متاح وافيلبل ان انا اخده انا خدته. تمام؟ انا مش عايز اشرح لكم اكتر من المثال ده عشان ما لخبطكوش. زي ما قلت لكم انا لما سالت قالوا لي ما تقوليش تفاصيل في الجزء ده، كفايه عليكم الاسامي. انا قلت لكم اول اسم اهو convenience sample، كل اللي متاح انا خدته، لكن اللي مش عايز يشترك، اللي مش موجود، اللي رافض، هعمل لهم ايه يعني؟ لكن ما خدتش عينه معينه، ما خدتش العينه بتاعتي بطريقه معينه، ما عملتش سيستم معين، لا، ده حاجه سهله قوي، الموجود خدته. تمام؟ ما فيش عشوائيه ولا راندوم ولا اي حاجه. واضحه الفكره؟ واضحه الفكره يا دكاتره؟ تمام. طيب انا عايزاكم بقى تعرفوا اساميهم. انا شرحت لكم واحد convenience sampling عشان بس اوضح لكم الفكره شويه. في حاجه اسمها purposive sampling، ده انت هتروح بقى وقاصد تختار ناس معينه، وفي حاجه اسمها quota،
وفي حاجة اسمها سنو بول سامبلينج، كل واحد بيسلم للي بعده. زي ما قلت لكم انا مش انتم مش مطالبين غير باسامي، فانا مش عايزه اعقد الدنيا وعايزه تفضل سيمبل كده زي ما اخذنا الامثله المختلفه بتاعه السامبلينج تكنيكس. فانتوا النون بروبابيلتي سامبلينج فرقه ايه؟ فرقه ان انا ما عنديش الراندوم سيلكشن، ما فيش راندوم سيلكشن هنا، لا ده انت بتاخد المتاح او بتروح تاخد ناس معينه او كل شخص بيسلم اللي بعده اللي هو سنو بول. فلازم تعرف اساميهم يا دكاتره. ممكن تيجي سؤال ريتن كده قول لي النون بروبابيلتي سامبلينج اللي انت عارفهم، سؤال ريتن اهو بدرجتين او بدرجتين او whatever يعني، كل واحده مثلا بنص، وممكن يتسال اورال كمان. طيب احنا كده خلصنا السامبلينج تكنيك، فيها اي مشكله؟ اظن بالامثله اللي احنا قلناها يعني الدنيا كانت سهله. How to choose a desired number, what is the last step, systematic. ما هو السيستماتيك يا دكتور انت عملت ايه؟ هقول لحضرتك تاني ثانيه واحده بس. السيستماتيك احنا عملنا ايه دلوقتي؟ انت عايز 100 شخص، تمام؟ انت عايز 100 شخص وعندك سامبل انترفل بتاعتك 5، السامبلنج انترفل بتاعتك 5، اخترت رقم عشوائي، اخترنا رقم عشوائي بين 1 ل 5. اول رقم بس يا دكتور اللي هتختاره عشوائي اللي هو افترضنا ان هو طلع 3، هتقعد تزود عليه 5 بقى 8، هتقعد تزود عليه 5 تاني بقى 13، تفضل تقعد تزود كده تزود كده تزود كده لغايه ما توصل لل100 شخص اللي بتوعك اللي انت عايزهم، او سوري ال20 شخص بتوعك اللي انت عايزهم، لغايه ما توصل لل20 شخص بتاعك اللي انت عايزه. يعني انا دلوقتي كده ايه يعني، اول واحد كان 3، بعد كده زودت 5 بقى 8، بعد كده زودت 5 بقى 13، ادي كده اخترت 3. تفضل تقعد تزود تزود لغايه ما تختار ال20. تمام اوكي. دكاترة أنا دلوقتي هتكلم في الداتا كولكشن تولز، تمام؟ ودي بقى بسيطة وسهلة وما فيهاش أي مشاكل يعني. أو حد كان سألني يعني الكوتا، برضو الكوتا دي طريقة أن أنت بتقدر تاخد بيها عينة بس من غير ما تعمل random selection. يعني انا مش عارفه، ما عنديش مثال جاهز في ذهني دلوقتي يا دكاتره، بس ما انا ممكن يعني انا هقابلكم تاني باذن الله في مجموعات السب جروبس، هقابلكم تاني ممكن بس اشوف مثال كويس واقوله لكم عشان بدل ما اعقدها عليكم يعني تبقى حاجه سيمبل وسهله ليكم. فان شاء الله انا هقابلكم تاني كذا مره يعني ممكن 3 مرات كمان. جروب ايه ده؟ انا هشرح له يعني هنشرح بقى البروتوكولات، انتوا هتبتدوا تكتبوا بروتوكولات وتبتدوا توروها لنا ونشوف ايه الميستيكس اللي فيها ونناقشها سوا. اكون جبت لكم مثال سهل بس للكود. تمام يا دكاتر. طيب هنقول حاجة ظريفة وسهلة جدا دلوقتي. الداتا كولكشن تولز، ايه الطرق يا دكاترة اللي انا بجمع بيها البيانات عشان اعمل بحث؟ انا دلوقتي طالبة ماجستير، طالبة دكتوراه، او حتى طالبة سنة تانية او رابعة طب، وعايزة ان انا اعمل بحث على مرضى مثلا السكر في القصر العيني، وعايزة اجمع منهم البيانات، البيانات عن سنهم، ساكنين فين، بيعانوا من اي امراض تانية غير السكر ولا لأ، بياخدوا ادويه في الوقت الحاضر ولا لا، هعمل ايه؟ ابسط طريقه هعمل ايه؟ هعمل كوشنير فورم فور ذا سيرفي او فور ذا ستدي. يبقى فورم كونتينينج اوف سيت اوف كويشنز سبميتد تو ا نمبر اوف بيبل ان اوردر كولكت داتا اور انفورميشن، ات كان بي سيلف ادمنستريد اول انترفيوينج. ايه الفرق بين الاثنين؟ السيلف ادمنستريد يعني انا هديهوله هو يجاوبه في البيت ويجيبه لي تاني. الانترفيوينج انا هقعد معاه انا اللي اساله الاسئله وانا هعلم او هجاوب على حسب الاجابه اللي هو بيقولها لي. اظن ما فيش اسهل من كده، ودي اكتر طريقه مستخدمه في الابحاث يعني هو الكوشنير. طب الحاجه الثانيه اسمها هاوس هولد انترفيو اكزامينيشن سيرفي، هو برضو انترفيو كوشنير بس انا هزود عليه حاجه، هزود عليه اكزامينيشن معين، ان انا بقيس له طول، بقيس له وزنه، بقيس له البلاد بريشر، بقيس له السكر في الدم، بناخد عينه من اليورين عشان نشوف الشوجر ان يورين. يعني انت عملت اكزامينيشن كمان، رحت له البيت وعملت اكزامينيشن كمان لحاجه معينه من اللي احنا قلناهم دول، وممكن حاجات تانية برضو بس احنا بنتكلم بيبقى غالبا simple examination عشان هو في البيت، من اسمه كده household interview examination عشان هو في البيت، فهتبقى حاجة very simple. يبقى انت يا اما مجرد اسئلة بسيطة قوي questionnaire form، يا اما examination household interview examination survey هتزود حاجة هتعمله فحص بسيط لحاجة معينة. طيب ايه تاني؟ ايه تاني امثلة data collection techniques؟ focus group discussion. ايه هو focus group discussion ده؟ انت بتقعد يا دكاتره مع مجموعات من الناس، يعني جروب اوف اكسبيرتس، سوري جروب اوف اكسبيرتس حوالي 5 او 12 شخص بيقعدوا مع الناس عشان يدسكاس ا بارتيكولر توبيك. انا عايزه ان ديبس اخد رايهم
في حاجة معينة خلاص. فأنا بقعد مع مجموعة من الناس عايزة أقيس رأيهم في حاجة معينة في whatever أي موضوع يعني. فأنا بعمل focus group discussion مجموعات صغيرة كده ومعاهم من الناس ومعاهم experts بيسألوهم على الموضوع اللي أنا بسأل فيه أو بتكلم فيه. طيب ممكن كمان data collection بالفوتوغرافي أو بالفيديو، أنا أخذ صور، أخذ صور لعيانين مثلا أشعات معينة عايز أعرضها وعايز أشوف مثلا لما استخدمت التكنيك الفلاني المريض ده خف ولا لا. فأنا باخد أشعات، باخد فيديوز، باخد صور، تمام. وفي حاجة اسمها in-depth interview، in-depth discussion of a certain topic، ده بيختلف عن الكوشنير. الانترفيو كوشنير دي أسئلة ومجرد بنجاوب كده بسرعة وخلاص، لكن in-depth بقى ده حوار متعمق، أنا باخد رأيه في حاجات معينة، بتبقى في بعض الأحيان في open-ended question يعني أسئلة مفتوحة بقى وهو يتكلم واسيبه يتكلم، يعني أنا بتعمق شوية في أن أنا باخد رأي الأشخاص دول عن حاجة معينة أو بسألهم عن حاجة معينة in-depth بعمق شوية، غير الكوشنير اللي هو أسئلة وإجابات كده بسرعة وخلاص خلاص. وفي اخر حاجه، حاجه اسمها secondary data review. زي ايه مثلا يا دكاتره؟ انا مثلا عندي بيانات في السجلات او في السنسس اللي هو تعداد السكان، وانا خدت البيانات دي عملت عليها انا بحث، يعني خدت جزء منها وانا اشتغلت عليها عشان اطلع ببحث كده ايه عن حاجه معينه، مش عايزه بيانات السنسس كلها. بيانات السنسس دي يا دكاتره اللي هو الخصائص السكانيه دي بتتاخد كل 10 سنين، بتبقى فيها كميه بيانات كبيره جدا جدا لخصائص السكان. انا والله هاخد جزء منهم واعمل بحث او اعرض فكره معينه خلاص. يبقى انت عندك طرق مختلفه هي للديتا كولكشن زي ما قلنا. تاني يا دكاتره، عندنا اول حاجه عندنا الكوشنير فورم، عندنا الهاوس هولد اكزامينشن سيرفي، الحاجه اللي احنا ما قلناهاش في حاجه اسمها اوبزرفيشن تشيك ليست. اوبزرفيشن تشيك ليست، انت مثلا اكزامبل عامل تشيك ليست عايز تشوف الممرضين اللي في ابو الريش او في القصر العيني فولوينج الانفكشن كنترول ميجرز ولا لا، وانت قاعد بتعلم علامات، والله دول لابسين جلوفز، والله هم فعلا بيغيروا جلوفز من كل بيشنت والتاني، والله دول بيعملوا روتين هاند ووشنج. فانت معاك تشيك ليست كده وعملت تعلم صح او غلط على كل حاجه، دي برضو طريقه من تجميع البيانات خلاص. في حاجه اسمها داتا كولكشن فورم، دي بتبقى حاجه يا دكاتره ستاندرد كده، حاجه ستاندرد موجوده وبتتملي. يعني مثلا في حاجه اسمها ديث ريكورد، سجلات الوفيات، في بيشنت ريكورد اللي هي سجلات العينين اللي موجوده في القصر العيني، دي حاجات ستاندرد كده، استنباط موجوده والدكاتره بيملوها او الممرضه بتملاها، الجزء اللي الممرضه بتملاه والجزء اللي الدكتور يملاه. كل دي طرق لتجميع البيانات، كل دي طرق لتجميع البيانات. The form should include the data concerning the name of the person completing the form. اسم الشخص اللي ملا الفورم ده. His institutional affiliation. هو يعني الشغل بتاعه تابع مين؟ تابع لمين؟ The date of completion. التاريخ اللي ملا فيه الكلام ده. The detailed contact information. نمرة تليفونه ايه؟ يعني ممرضة اللي ملا دي اسمها، هي بتشتغل في القصر العيني، والله الموبايل بتاعها كذا. او الدكتور اللي ملا ده تليفونه كذا والتاريخ اللي ملا فيه كذا وهو اسمه كذا وبيشتغل في القصر العيني في الاسم الفلاني. تمام؟ واخر حاجات اللي احنا قلناها اللي هي الفوكس جروب ديسكشنز، ان ديبس انترفيوز، فوتوغرافي او سكندري داتا ريفيو. يعني انت اصلا عندك بيانات هتاخد جزء منها انت وتعمل عليه تعمل انت عليه فكره او بحث منفصل لحته معينه، مش هتاخد كل البيانات اللي موجوده في التعداد او في السجلات او في واتيفر. دي الطرق المختلفه لتجميع البيانات. في حد عنده سؤال في الحته دي يا دكاتره؟ الاندبس، الاندبس ده حاضر. الاندبس ده دكاتره زي ما قلنا زي يعني حوار او انترفيو متعمق شويه. انا عايزه اسال مجموعه من الاساتذه مثلا عن رايهم في البحث العلمي في مصر. البحث، معلش اسمعوني بس الاول، يعني اجابه اجابه عشان انا كده هتلخبط من كتر الاسئله. انا دلوقتي بتكلم عن الاندبس انترفيو، اخلصه بعد كده اكتبوا لي انتوا عايزين انهي نوع تاني بعد دي. الاندبس انترفيو من اسمها كده اندبس، يعني متعمق. انا مثلا رساله الماجستير بتاعتي انا كنت بسال الاساتذه عن رايهم في البحث العلمي ومشاكل البحث العلمي في مصر. هل انا كده هجيب كوشنير واقعد املى كده صح وغلط؟ لا، ده انا عايز اخد رايهم. ده في اسئله اوبن اندد. يعني ايه اوبن اندد؟ يعني مش يس ولا نو، ده انا السؤال مفتوح وهم بيقعدوا يكلموني وانا اشوف كل حد قال ايه او كتب لي ايه واقعد احاول اشوف الاراء المتشابهه في الموضوع ده. يبقى ده حوار متعمق شويه، مش مجرد اسئله وبملاها تيك 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 وخلاص، لا، حوار متعمق، ان ديبس انترفيو، ان ديبس ديسكشن. طيب ده السؤال ده. السؤال اللي بعده يا دكاتره،
السؤال اللي بعده كان حد سأل في حاجه غير الان دبس انترفيوز. السكندري داتا ريفيو، احنا قلنا السكندري داتا ريفيو دي انت مثلا عندك رساله، رساله ماجستير او دكتوراه بيكون فيها بيانات مهوله مهوله وكميه جداول كتيره قوي، انت عايز تختار جزء منها وتعمل بيبر، تعمل بيبر تنشرها مثلا عشان الترقيه، عايز تاخد جزء منها، ده اسمه كده سكندري داتا ريفيو. انت ما جمعتش البيانات دي من الاول، انت عندك بيانات اشتغلت على جزء منه وانت عملت بيه حاجه تانية، او انت عندك سنسس داتا اللي هي بيانات التعداد، باي طريقه عرفت تجيب البيانات بتاعه التعداد دي، خدت جزء منها واشتغلت على حاجه تانية، يبقى ده اسمه سكندري داتا مش برايمري داتا ريفيو، مش انت اللي جمعت البيانات دي من الاول، انت عندك بيانات جاهزه وبتاخد منها. خلاص واضحه كده؟ ايه الفرق بين الاندبس والفوكس جروب ديسكشن؟ طيب الاندبس ده يا دكاتره انت واحد واحد بتكلمه، خلاص واحد واحد من الدكاتره، العفو دول واحد واحد بتكلمه بتاخد منه المعلومات، انا قعدت مع النهارده مع الدكاتره الدكتوره الفلانيه، بكره هقابل الدكتوره كذا، بعد بكره هقابل الدكتور الفلاني، كل واحد بقعد معاه وقت نص ساعه ساعه لربع ساعه على حسب الوقت، واخد منه المعلومات بطريقه متعمقه زي ما قلنا ان هو في اسئله اوبن اندد، هاخد رايه في حاجات مش مجرد صح وغلط او مجرد بمله وخلاص. لكن الفوكس جروب ده انا قاعده انا اكسبرت مثلا واثنين معايا، اثنين اكسبرتس كمان مع 5-10 من الناس، مجموعه واحده كبيره كده وقاعده بسالهم، ده الفرق. يبقى الاندبس انا واحد واحد، لكن انا الفوكس جروب ده مجموعه من الناس ومعاهم 2-3 اكسبرتس بيحاوروهم او بيسالوهم. تمام؟ يعني يا دكتور الخمسه ال 12 دول عدد الناس اللي بيتسالوا وبيتاخد منهم المعلومات مش الاكسبرتس صح؟ الاكسبرتس برضو ممكن يكون عددهم، يعني ممكن يكون عددهم نفس العدد ده، بس يعني مش لدرجه 12، يعني اقل شويه، ممكن نوصل لخمسه مثلا، يعني 12 دي كتير شويه، بس هم كاتبينها في كتاب جروب اوف اكسبرتس وعاملين الخمسه ل 12 على الاكسبرتس. لا هي الاكسبرتس بتبقى اقل من كده بصراحه، ما بتبقاش يعني من 5 ل 12. يعني في جروب ديسكشن احنا بنجمع المعلومات من الناس، يعني عامه الشعب، لكن مثلا في الاندبس احنا ناخد معلومات من دكاتره بنسالهم، يعني بنسالهم بعمق شويه واحد واحد. انت بتسالي دكتور دكتور يا دكاتره، ما جبتيش مجموعه من الدكاتره تساليهم، لكن في فوكس جروب دي انت عامله مجموعه من الناس كده وبتاخدي رايهم وبتحاوريهم وبتساليهم. الاندبس ده واحد واحد، فاهمه قصدي؟ من الاسم كده ده فوكس جروب، ده مجموعه، لكن ده اندبس ده شخص واحد بس بساله اندبس، فاهمه قصدي؟ تمام. طيب دكاتره احنا كده النهارده هنراجع تاني، بس خدنا ايه؟ احنا خدنا دكتور معلش اتفضلي، هو ايه الفرق دلوقتي ما بين الكويشنير والداتا كولكشن فورمز؟ يعني تقريبا شبه بعض. فين الداتا كولكشن فورمز؟ ثانيه واحده، هنا نمبر 4. حاضر ثانية واحدة بس أجيبها من البرزنتيشن عشان أبقى معاكي يعني في الخط. نمبر 4. الداتا كولكشن فورمز دي دكاترة بتبقى حاجة ثابتة، يعني أنا العيانين مثلا في القصر العيني السجلات بتاعتهم دي ثابتة، المستشفى بقى واتيفر جهة معينة بتطبعهم وبتسلمهم من القصر العيني والدكاترة بيميلوهم، حاجة ثابتة. لكن أنت داتا كولكشن فورم، أنت عايزة تعملي كوشنير مثلا عن الدايابيتس، فانت بتصممي انت الكوشنير، بتصممي انت حاجه عشان الدايابيتس بالذات، والله يا شخص يا فلاني او المريض الفلاني انت عندك فاميلي هيستوري اوف دايابيتس، طب انت بتظبط الدايابيتس بتاعك ازاي؟ طب انت الدايابيتس بتاعك عنده بقاله كام سنه؟ انت بتعملي، انت بتصممي حاجه على حسب الدراسه اللي انت بتعمليها. لكن الداتا البيشنت ريكورد دي سجلات موجوده جاهزه، اسطمبات كده موجوده احنا بنملاها، الدكاتره او الممرضين بيملوها في القصر العيني، العين الفلانيه ده اسمه كذا، السن بتاعه كذا، طب هو تشخيصه لما دخل كان كذا، دي مختلفه خالص عن الكوشنير، طريقه لتجميع البيانات برضو بس غير الكوشنير. الكوشنير دي انت بتصممي حاجه ان سبيسيفيك للدراسه بتاعتك، لكن السجلات دي هي اسطمبات لكل العيانين، هي اسطمبه واحده والدكتور هيملى بقى اللي جواها على حسب كل عيان. واضحه كده؟ دكاتره ممكن مش عارفه، كان في سؤال في الفوكس جروب، حد كان بيسال في حاجه في الفوكس جروب. طب حته الداتا كولكشن اللي كانت بتسال الدكتوره، كانت بتسال واضحه دلوقتي ولا لا؟ اللي هي الداتا كولكشن فورمز دي اسطمبات جاهزه يا دكتوره، سجلات الوفاه دي حاجات جاهزه موجوده في مكتب الصحه،
انا ممكن اخد بقى منها بيانات واشتغل على اي حاجه. اوكي يا دكاتره، تمام يا دكاتره. احنا النهارده زي ما قلنا باختصار شديد جدا في اخر نص دقيقه، احنا خدنا السامبلنج تكنيك وقلنا ان في probability ونون probability. probability ده بيعتمد على الراندوم سيلكشن، وقلنا خمس انواع: السمبل والسيستماتيك اللي هو في سيستم معين بنزود السامبلنج انترفال على اول رقم بيختار عشوائي، وفي ستراتيفايد وفي كلاستر. ونفتكر مثال المدارس، ونفتكر المثال الثاني اللي احنا قلناه بتاع السموكينج، واخر مثال المالتي ستيج اللي هو بيبقى على مستوى القومي. تمام. الحاجه اللي بعد كده قلناها النون بروبابيليتي، وقلنا ان فيه اربع انواع نعرفهم اسامي بس: الكونفينينس والبيربوزيف والكوتا والسنو بولينج. وانا قلت لكم هجيب لكم مثال للكوتا باذن الله. دكاتره اللي مشوا من السيشن، بس في حاجه مهمه جدا، وكلمنا عن الداتا كولكشن تول. يا دكاتره، دكاتره معايا لسه؟ في دكاتره معايا؟ ايوه يا دكتور معاكي. في حاجه مهمه جدا، شايفين السلايد بتاعت السب جروبس دي؟ شايفين اخر سلايد دي؟ انا عايزاكم تصوروها ضروري ضروري، وتدوها لكل زمايلكم لللايف سيشن، عشان هنشتغل بيها الفترات الجايه. المحاضرات الجايه كلها هتعتمد هنشتغل بالكلام ده، الارقام دي هتفيدنا في المحاضرات الجايه. لو سمحتوا حد سامعني بس يرد عليا ضروري ضروري. سامعين يا دكتور؟ تمام. طيب دلوقتي في دكاتره لايف سيشن، تمام؟ في دكاتره لايف سيشن، لو سمحتوا ممكن تصوروا السلايد دي بالموبايل بتاعكم وتدوها لهم باي طريقه قبل المحاضرات الجايه، عشان احنا هنتقسم سب جروبس باذن الله بعد كده، هنشتغل ان ذا فورم اوف سب جروبس. هو تقريبا تقريبا دي ارقام جلوسكو يعني، بس لازم تعرفوا يعني، لازم الارقام دي تكون معاكم، صوروها وبعتوها لبقيه زمايلكم. ده اللي طلب مننا على فكره قبل المحاضره. انا اساسا ما كانش عندي فكره دي ارقام ايه، بس ده هيفيدنا في السب جروبس، في الشغل بتاع سب جروبس المحاضرات اللي جايه. ما انا يا دكاتره قلت لكم بس احنا هنمشي معاكم خطوه بخطوه، بس خدوا الارقام دي في الاول، وكل محاضره هتعرفوا قبلها بالتفصيل هنعمل ايه، وهتعرفوا هنعمل ايه بالظبط، يعني مش هيبقى فيه اي نوع من التساؤلات خالص. بس اول خطوه ان انتوا تاخدوا الارقام دي وتوصلوها لزمايلكم. كلام كده واضح؟ واضح كلامي؟ طيب شكرا يا دكاتره. اي استفسار؟ اي استفسار؟ ان فوكس جروب كود ديسكشن بي اونلي بتوين؟ لا طبعا لا، الفوكس جروب لازم الاكسبرتس اللي هم اثنين او ثلاثه اللي بيديروا السيشن، او الاثنين لخمسه اللي بيديروا السيشن، لازم بيتكلموا مع بقيه الناس اللي هم جامعينهم، هو مش باكسبرتس بس. لا يا ترى جاوبت سؤالك؟ تمام. في اي اسئله تانية؟ يا جماعه انا مش عايزاكم تشغلوا بالكم بالتفاصيل قبل ما نبتدي، خدوا بس الارقام، خدوا الارقام يا دكاتره، وصدقوني قبل كل محاضره هتعرفوا بالظبط هنعمل ايه، بس الارقام وصلوها لزمايلكم، هو ده اللي مطلوب منكم. تمام كده دكتور؟ معلش كان عندي سؤال. اتفضلي. حضرتك قلتي امتحان اورال وحاجات ريتن، هو احنا يعني مش مفروض معناش اصلا اورال خالص، والامتحان ده المفروض مش بيجي ريتن؟ يعني ايه ما عندكوش اورال خالص والامتحان مش بيجري ده؟ انتوا ما عندكوش كوميونيتي في سنه تانية صح؟ انا بتكلم على الامتحان ده. هم قالوا لكم ان مفيش اورال؟ هو احنا عندناش كوميونيتي، لا احنا ناخد ريسيرش بس، ومفروض يعني اعتقد ان احنا ما عندناش يعني ما عندناش اورال، ما امتحناش اورال يعني، وما امتحنتش اورال. الكلام بقى ده دكاتره لازم تسالوه الدكتوره ميسه شوقي بقى رئيسه القسم، لكن تفصيلات بقى انتوا عندكم اورال ما عندكوش اورال يعني لازم تسالوه للدكتوره ميسه شوقي او اي حد بينزل الكليه خالص. حد بينزل الكليه ولا كله اونلاين تماما يعني؟ يا دكاتره الناس بتسال السؤال وبتختفي، طب يعني ما حد يرد عليا بس عشان اعرف افيدكم يعني. لا هو يا دكتور احنا دلوقتي الفتره دي عندنا اونلاين، ما عندناش يعني نزول فيس تو فيس. طيب انا هسال لحضراتكم زي ما قلت لكم، انا هقابلكم تاني في محاضرات البروتوكولات لما نيجي نراجع البروتوكولات مع بعض، انا هقابلكم تاني. فانا هسال لكم زي ما قلت لكم، هديكم مثال سهل لموضوع الكوتا ده برغم ان انتم مش مطالبين بيه، وهسال في موضوع الاورال ده او انتم امتحانكم بيجي ازاي. تمام، هسال في الحاجتين دول. تمام شكرا يا دكتور. العفو. اي استفسارات تانية يا دكاتره قبل ما نيجي في سيشن؟ شكرا ليكم، شكرا ليكم.